سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم طريقة تحضير سالاد بالمقارون. اتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها. هذه الوصفة صحية وبزاف بنينة. بالنسبة للمقادير، هنا عندي مقارون من هذه النوعية. كنت حطيت الكسرونة تاعي تغلي، حطيت فيها شوية ماء شوية ملح شوية زيت، حطيت المقارون خليتها تغلي مدة 10 دقائق، طفيت عليها وشللتها وحطيتها. جبت أمبول حطيت فيها هذيك المقارون بعد ما بردت، زدت عليها حبة تاع زرودية ربيتها خشينة، زدت لها زيتون خضر مقطع، طماطيش مقطعة، زدت لها كمية من المعدنوس، زدت لها بطة تاع طون تاع الزيت، نحيت لها الزيت تاعها وحطيتها معاهم، وزدت لها كمية من المايس. زدت حطيت لها حبة بيض مغلية قطعتها وحطيتها معاها، وزدت لها ثاني كمية من الكومونبير قطعته إلى قطع، حطيت لها شوية زيت زيتون حوالي 2 مغارف كبار، زدت لها رشة تاع ملح وعصرة تاع قارص وخلطتها مليح، خلطت كامل المكونات. بعد ما تخلطت مليح حطيتها في طبق التقديم، زينتها بشويه زيتون، زدت لها شويه معدنوس وسقيت عليها من الفوق لاصوص دو فرماج. بالنسبه لاصوص دو فرماج بزاف بنينه، اتمنى تجربوها. تقدروا تستعملوها في عده استعمالات، يعني ماشي غير في لاصالاد. بالنسبه لطريقه تحضير صوص دو فرماج، هنا عندي أمبول حطيت فيه زوج بايت تاع ياغورت ناتور، حطيت الباطة الأولى وزدت حطيت الباطة الثانية، ومن بعد زدت كمية من الجبن، أي نوع من الجبن حبيتو ديروه، أنا استعملت هذا النوعية. زدت لها عصرة قارص، رشة فلفل الكحل، رشة تاع ملح، وحوالي مغرف ونص تاع زيت زيتون. زدت لها معدنوس، كمية من المعدنوس، وحطيت لها شوية تاع كريمة سائلة، يعني لاكخام ديكيد، ماشي بزاف غير شوية، وزدت لها 2 سنات تاع توم. جبت البغا ميكسور وميكسيتها مليح حتى ترحت مليح ولات عندي اون صوص. بعد ما تميكسات مليح حطيتها في الثلاجة حوالي 1 ساعة حتى بردت وتقالت، مع الاول تكون خفيفة ومن بعد كي ديروها في الثلاجة تتقال. نتمنى تعجبكم سلطة المقارون تاع اليوم ولاصوص دو فرماج. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا. سلام.